وليكوه واغلى الشباب رايح برجليه
وكلنا بنعرف إن القانون اللي بيحبه الأجنبي قانون ظالم، وما تنسي كمش ظلم ورح يتحكم ظلم. الله ظالم، الله ظالم، إذا كل الدنيا عليك الله معك. لا تخاف، لا تخاف، لا تخاف سارة، راجعلي، راجعلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف عم يا ابو صافي؟ اهلا ابني، اهلا. الله يطولنا بعمرك. الله يطولنا بعمرك يا رب. سامحني نمس. على شو بدي سامحك عم يا ابو صافي؟ على كل شيء. سامح ظافر الله يرحمه. الله يرحمه. لا يا عمي أبو صافي، أنا قلبي أبيض على صافي وعليك بإذن الله تعالى. بعدين سحني قلبي مثل ولد صغير، كلمتين بس عاجب كلمتين برضه. أنا أسيت عليك لك ابني، أسيت عليك، حقك علي. لا تحكي هيك عمي أبو صافي، الله وكيلك أنا قلبي مسرسح وهلا ببكي. يعني أنت بتضلك كبيرنا وبإذن الله كلمتك ما بترد. يعني مسامحني؟ معلوم مسامح، سامحك دنيا آخرة ومن قلبي. أنت اللي لازم تسامحني عمي أبو صافي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، خير الله موجود عمي أبو صافي. لا يا ابني، المهم هلا أنت ترجع لك صحتك وعافيتك وترجع أبو ظافر اللي منعرفه. كتر خيرك لك ابني، كتر خيرك لأنك سامحتني على كل شيء عملته فيه. كتر خيرك. ولو انت مسبق معنا بالمعروف، بعدين المعامله مع الله. ميمي الله يرحمها كانت دايما تقول لي اسمع يا ابني، عمل خير وارميه بنهار جاري، ضاع مع العبد ما بيضيع مع الباري. الله يطولنا بعمرك عمي ابو صافي. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. حاجة يا دور بنت حمايل. كمان كمان. ها ماشي. نعم. عاوز شي فيني على بيتي؟ لا سلامتك، اوعى معي. ايه شو مالك وكالة بلا بواب؟ وين رايحة حبيبتي ست منور؟ على بيتي ست سكرية، بالعادة بروح بعد العصر، وهي المغرب حيقدموا بعدني هون. ولك شو مالك انت اه؟ شو مالك قاعد مثل خيال ماتي اه؟ شو مالك؟ الوحدة بتجي الصبح بتطلع بس تجي جريات العشاء. انا شو عرفني يا سكرية؟ شو دخلني؟ هيك متفقة مع فوزية، بعدين ما تعلقينا مع اخوها جبل، انا ما صدقت شو خلاص منه. ولك بلا جبل بلا وادي. دخيلك ست سكرية، خليني اروح مشان اهلي. سكرية خليها تروح للمخلوقة، بكرة بتتمسع. ولك العاطي قلعتك انت وياها وجوزك، هذا بيتك تصطفله، انا شو دخلني؟ لا تقبريني لا تؤاخذيني، والله ما قصدي زعليه. ها روحي تيسري روحي. الله معك، الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها مين بده يحط لنا عشاء اليوم؟ لك انا عشاء لك سكرية، انا عشاء لسه هلا قمنا على الغداء، لك انا مالي نفس اشرب كاسه مي. حبيبي احكي عن حالك. اسمعي خيطة، انا بدي اكل على العشاء 10 بيضات مقليين، وانا بتعشى اول ما تبلش تعتم، واللي ما بده ياكل يصطفي. ايه تكرم عيونك اختي، غالي والطلب رخيص. الله يكرمك، الله يكرمك، يسلموا. كمل هدول. فوزية 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 فوزية. لك شباك شباك شو عشر بيضات تاكل لحالك؟ ششش لك منيح اللي فاتت لشوق وما سمعتك. شباك ابو بدر، عينك بلقمة اختي؟ لك ما عيني بلقمة اختك، بس يعني كتار
ما دخلك ما دخلك، واذا مو عاجبك اطلع برات البيت. لا عاجبني عاجبني، بس عشر بيضات. انا نصتك. اي ولا 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 حلوخ. انا فوزية، انا سكرية. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. شو شايف عنا ضيوف؟ انا مو ضيوف مستر جمع. انت محامي بعرف. انا وكيلة عن ابو عصام وابنه. بكل الاماكن ممكن، بس هون مسيو جان انا بفهم كتير بمجال شغلي، على اساس انتو ناس حضاريين وبتتعاملوا مع الناس بلباقة وما بتقللوا من قيمتهم، غير اذا بطلتوا تكونوا حضاريين. ونحن متشرفين فيكم يا ميت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك مسيو جان. استاذة انتي بمكتبي وانت ببلدي مسيو جان. لك يا لطيف، شو ما حكيت ما بيطلع لي معك. كيفك سيد ابو عصام؟ شفت عينك والله. انا بعتت وراك لانه في حديث كان لازم احكيه انا وياك. ايوه تفضل احكي. استاذي مو غريبه بتعرف كل شيء، تفضل ما عندي مشكله. يا ابو عصام انت مو ناقصك، خلي الاستاذ بقصة معتز ابنك. بالمناسبه وين صار معتز؟ هو بالتحقيق وهي شغلة داخلية، نحن ما لنا علاقة. ليش عم تسكر علي مسيو جان؟ أنت بتعرف إنه بهالبلد ما حدا له علاقة حتى برغيف الخبز غيركم. أستاذي البلد فيها حكومة. الحكومة؟ الحكومة بيلزمها وزارات يا مسيو جان، ونحن معنا وزارات. بتصير حكومة بدون وزارات؟ المهم تصير تقدر تدير الشأن العام. بس وقت بيكون في سلطة احتلال. عفوا عفوا أستاذي، انتداب وليس احتلال. سميها مثل ما بدك، وقت بيكون انتداب أو احتلال بتكون شغلة كل الحكومات الترجمة من لغة محتل للغة أهل البلد. وبصراحة نحن بدنا حكومة ما بتحتاج ترجمة. ألو وي دكار هاي. شفتي؟ وهي أمنت لك لقاء مع معتز، وليكو موجود بالغرفة الثانية بالتحديد. وصلنا مع بعض بدون ترجمة. بس كنت عم تحكي فرنسي. تفضلي. شكرا كثير لك مسيو جان. ايه يا ابو عصام، هاي امور التحقيق ماشية، والاستاذة ما شاء الله مو مقصرة. لازم تطمن. انت ليش بدك يعني؟ انت ما فكرت ليش؟ من الآخر شو المطلوب؟ بدك معتز؟ ايه. نحن فينا نساعدك وانت فيك تساعدنا كمان. انه الأخبار، كل الأخبار. أخبار شو؟ ما فهمت. انت بتعرف انه نحن على علم بعلاقتك بكل السياسيين، بس هي كل القصة. وانصحك خلي هاي الشغلة بيناتنا، حتى الأستاذ المحامي ما تعرف. نحن هون مو محكمة، والعرض مفتوح. انت فكر، نحن عم نستنى موافقتك. المهم هلا بدي اياك تتمسك باقوالك وما تغيرها مهما كانت الضغوط، عم تفهم علي؟ اخ يا استاذي اخ اخ، انا ما اعرف مين ورا هالملعوب لاشخطوا بايدي. بسيطة بسيطة، طمنيني استاذي. أبي شلونه؟ أبوك رجال ورافع راسه فيك. أنا غلطت كثير بحقه، وفوقها أجت القصة. خلص هلا، هاي القصص مو وقتها. هاي المشاكل بعدين بتنحل، كل شيء بيلتقى له حل. والله ماني خايف على حالي يا أستاذي، والله بعرف حالي مصري، بس أنا خايف على أبي. أبي رجال كبير وما بدي يكسره. أبوك ما بينخاف عليه. اللي بدي اياه منك هلا انك تتمسك باقوالك وما تغيرها، لانه جماعه الداخليه كثير ملعين وبيعرفوا يلعبوا ضدك. عم تفهمني؟ لا تخاف علي، انا رح ضل اجي اشوفك. يلا دير بالك على حالك. خير ابن عمي، شايفتك مانك على بعضك، بس وقت اجيت من البايكه ما كان فيك شيء. تعبان يا حريال تعبان،
موتة ظافر كسرت لي ظهري. وكل الله ابن عمي، قدر الله ما شاء فعل. انت انسان مؤمن ورب العالمين رح ينتقم لنا من اللي عمل هالعملة السوداء. ريال قعود وينه؟ بالبايك. حاسس حالي رح اموت يا فريال. ليش هيك عم تحكي ابن عمي؟ سلامة قلبك، بعيد الشر عنك كشبرة وبعيد. لا والله، لا والله يا فريال، انا هيك حاسس. حاسس ايامي انتهت وخايف على قعود. وكل الله يا ابن عمي، ليش هيك عم تحكي؟ بعد عمري الطويل ابن عمي. خلص الله يوفقك حاجة فريال. خرج تحملي الأمانة، لأنه قاعو مو خرج يحمل الأمانة. خرج أحمل ابن عمي، بس لا تحكي هيك، الله يوفقك انسى هالقصة. يرضى عليكي، خديني على التخت. يلا. تيتون أبو عصام؟ من إمتى؟ أنا هلا شو بعرفني؟ صاير شي بخصوص بعد الزيابي؟ سارة وينها؟ بالأوضة عم تنيم الصغير. أنا بشوف مين. قومي يا قومي، تعال. شراب قهوتك عمي انت يا لطيفي. يا اهلا وسهلا. حلو، معناته في عندك حكي جديد. سمعني. ما جيت عندي حكي. والله عندي حكي. شوف يا مسجان، حق ما بينشرحك عمي، حياته ما حدا يقدر يشتري. وانا مثل كل العالم ما راح اشتري حق براية ابني لحتى اكون خسيس وندل. لا عملت ولا عامله بحياتي وعلى الرقبة. وإذا علي يا سيدي قبل القانون، أنا هادر دمه لأبني زواتي. منيح هيك يا مسيو جان؟ نحن وقت منحكي بالحق نحكي كأنه واقفين على سجادة الصلاة فر الشكل. منحب الحق ومنخاف من الحق مثل ما منخاف من الله. عرفت؟ هذا كل شيء عندك؟ يعني مشان لا بعد تسألني إذا بدي ولا ما بدي. إذا راح يكون طبعا براية ابني إني كون ندل، لا سيدي. عدمو. أنا راح أعطيك وقت تفكر، بس حابب أقول لك شيء. نحن ما لنا بحاجتك أبدا. نحن حابين كنا نكسبك صديق، وصديق مقرب كمان. بدك أني صديق؟ هذا عرضي. اتركوا البلد عمي، وهي إيدي أنا والواحد صاحبكم. اتركونا بحالنا. لك وين رحتي؟ وكعاساس تكة ورازعة؟ وين فاتت هاي؟ شو بدها تعمل؟ اسمي فرحة. يا فرحة عمري انت. بدي اسألك فرحة، لا انت صوتك من يعني
مرض بعدين ولا من زمان وقت كنت صغير هيك؟ من زمان. زعلتي على جدك أبوك؟ زعلتي على أبوك وقت ما وقت مرضتي؟ وقت زعلتي على أبوك؟ فهمت عليك. ما عاد فيكي تحكي، ما في دواء كمان. أخذتي؟ جربتي كل شيء؟ معليش معليش، بنجرب إن شاء الله يا رب بيمشي حال. أنا شبني شو بدي شو بشتغل؟ أنا على باب الله، على باب الله بشتغل كل شيء. شو بدي لك يا بنت الحلال؟ بكره بس اتجوز ان شاء الله يا رب، بدي اياك تديري بالك من عيون العالم، شنو الناس مالها غير الحسد وضيقه العين يقان، بس بكره بدك تديري بالك من اقرب الناس الي يقان، شنو بيقول لك المثل؟ لا تحكي لصاحبتك على زوجك بالمره، بتصير هي جوا وانت برا. لك تقبرني الضحكه الهي. جنيت قاعد كل الوقت على حسابي عم تقطع برزقي؟ أنا بحبك لك زهور، والله بحبك. ما اختلفنا، بس كل الوقت أكل شرب سعادة هنا، وبعدين معك أنا هيك ما عاد يناسبني. عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك ورجيني عرض كتافك. يلا بنتي. شو شايفة قدامك، غولة ولا عفري؟ ام حاتة؟ مينو هاي؟ هاي الصبية؟ هاي بنت اختي. لك هاي بنت اختي، ما عرفتي يا بنت اختك؟ بنت اني اخي ام الخير ولا صبحية؟ وينك تايلة هون؟ شو نسيتي انه انا ام زكي واولاد اختك كلهم جايين على ايدي؟ بعدين هاي البنت لا بتشبهكم ولا دمها من دمكم، شو الموضوع؟ ايه لك هي يعني يا ام زكي يعني مثل ما تقولي. طولي بالك خاطري. تعي لهون، لوين رايحه؟ رايحه لعند ناسي امنولي، مو مثل حكايتي. ارجعي وحاجتك اللي تعالي يا ام زكي. والله انتي اختي وما في عليكي مخبه، بس تقبريني يا ام زكي. والله ابن عمي بخش ادني وهو عم يوصيني على هالحكايه مشان الله تفوتي، وبس تعرفي الحكايه رح تعذريني. ما فوت لاعرف منو هي بالاول. مينو هاي؟ ما هي هاي أصل الحكاية، فوتي لفهمك. يلا تعي. قولي علينا يا عم. هي ابن عمي وصار لها حصة وراسة وألف سيف، ما بتفتح تمك كلمة لتشوفك. خير إن شاء الله. هاي بيجي من وراها الخير، روح شوف شو بدها. أوكي يلا، هلا بنشوف هلا بنشوف. رسمية؟ يا رسمية؟ شو أستاذة مورينو؟ للأسف ما خلوني أشوفه. ليش؟ ما عطوني جواب منطقي، هيك ما خلوني اشوفه وبس. طيب بصير هيك يعني؟ بصير؟ هو ما بصير،
بس البلد رجعت لسياسة الاحتلال المباشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هلأ وشو العمل؟ أنا رح ضل حاول إني شوفه، وإذا ما شفته اليوم مو مشكلة، بكرة أو بعده بشوفه. رح يتحول على المحكمة؟ لا، لأنه التحقيق لسه ما خلص. يا رب دخيلك يا رب. الآن بدك تضلي ولا تروحي معي؟ استنوني لأنه بدي أروح معكم، بدي شوفه لسارة ضروري. أخي أبو عصام، نحن مو بس ولاد حارة وحدة، نحن في بيناتنا قرابة ونسب. إيه والله في، أنا ما بنكر والله، كل عمري متشرف. أنت بتعرف إنه أبو ظافر هولي على قلبي، مجروح جرح كبير وغميق وصعب إنه حدا يتحمله. إيه والله مزبوط، الله يحمل معه. والمفروض إنه أنا وقف معه، مو بس لأنه جوزي، بس لأنه ما نو مقصر علي وعززني ومكرمني، وكلمتي ما بتصير عنده تنتين. بس وقت الحزة واللزة، وقت اللي صار الجنة بالجنة، تربطت إيدي وما عم بقدر ساعده ولا أنشره من الضيق اللي هو فيه. ما غلطتي أختي، ما غلطتي والله. بظافر على سلامته. إيه والله سيد رجال، حتى بأصعب الأحوال قدران يشوف اللي إله واللي عليه. الله يخليك يا أبو عصام، بدي إياك تعيني. صار نعيوني ليلي شلون؟ ما عم يرضى يشوف حكمك، وبالليل كل الوقت عم بيهلوس، بفيق من النوم، ولما بشوفه بيعمل حاله انه نايم. بقول له روح لعند الحكيم، ما بيرضى. امبارح لما اجيته لعنا تأملت خير انه يرضى، بس عبس، ماني عرفانه شو بدي ساوي. اخي ابو عصام روحي على البيت اختي، اتركي الباقي على الله وعلينا ان شاء الله. اتكلي على الله. أمرك حكيم عالنار. والله ما في داعي يا حكيم، لشو هالعذاب؟ عمي عم تحس وجع براسك وتقل وخدر؟ عادي يعني بيروح وبيجي. يا عمي عادي، بس الاحتياط واجب. وكل الله بظافير، لك لا بأس عليك، هلا الإبرة مش هنشو. هي مسكنة عمي، وإن شاء الله بيرتاح عليها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. آه سلامتك سلامتك. الله يسلمك الله يسلمك أبو عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرني يا أخي. ما يأمر عليك ظالي، لازمك شغيل معلي. منين الأخ؟ نازح من اسكندرون. أمي وأختي سبقونا لهون على الحارة، إلنا معارف هون، وأنا وأبي علونا الأتراك، الله لا يوفقه. حارة حارتك خال. تسلم الحارة وأهلها. أنا مبارح وصدت وعم دور على شغل. شو عليه؟ شو اسمك أخي؟ زيد. عشت الأسامي أخي زيد. والله شكلك ابن حلال. بس ما شغلتنا بالدرجة المكسورة من على بكرة الصبح. أدى وقدود. أكيد أكيد. اسمع، إجتك على قد ما الله يكرمنا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا شمر على إيدك وفوت. يا رب. يا حلو هلا يعني هلا كله مرخص نظامي. معلوم سيد أبو عصام، معلوم كله مرخص وكله نظامي. سلم اليدين. وأنا بطلب منك من إدارية الحركة أنكم تزوروا الجمعية وتشوفوا برنامجها. يعني نحن نشطنا كثير بالفترة الأخيرة مشان الوضع، يعني شايف الغلب عليك. وبنفس الوقت بتعطيني أسماء العوائل المتضررة من الغلا مشان نقدر نقدم لها المعونة بسرعة. ومعي شواربك سيد أبو عصام، يعني بدي اقعد انا وياك قاعده مشان تقول لي انت مثلا هاي العيله بحاجه معونه شهريه لان ما عندهم مدخول، وهي العيله بدها معونه مؤقته مثلا. قولوا الله قولوا الله، يعني الله يجزيكم الخير. شو بدي احكي الواحد؟ ما اسمع هيك اخي. اي جمعيه بدنا نتاكد منها، ما تواخذني يعني. انتوا الله يجزيكم الخير عم تحسوا بالبلد واللي عم يصيروا بالبلد، بس انا نتاكد.
امتى ما بدك بتشرف سيد ابو عصام؟ يا ميت اهلين وسهلين، ويا ريت اليوم قبل بكره. يلا يلا ان شاء الله، بركي بكره، بركي بكره. يا ميت اهلين وسهلين سيد ابو عصام، وهي عنوان الجمعيه ورقم الهاتف. شرف. ايه يسلم الديار، بتشرفونا سيدي. الله يسلمك. وصونا. الله يخليك. السلام عليكم. اهلين عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شو يا ابو؟ والله انا ما ارتحت له، انت شو رايك؟ لك ابي يلا زيه الخير شو ما كان يكون، بس والله ما بنعرف. بدنا نتذكر بكل احوال، بدنا نتذكر. شرفي تقبلني هدول وتغير لسه بيوك صوتي بصير تمام ان شاء الله. شو انا شبني بحبك انا خيرات الله ما عم بقدر نام بالليل. في حدا جوا صحي لي؟ انت مين في جوا ساكن معي؟ مع مين ساكن؟ انت ومين؟ مع امي. انت وامي؟ ايه واثنين اثنين شباب اخو. ايوه انت بس طمنيني امي يعني حماتي ان شاء الله حبابي اكابر وشي لشي. انا بخاف من الحمايات لانه بيقول المثل خذ المجنونه بنت العاقله وما تاخذ العاقله بنت المجنونه. لا مو انت مجنونه، امك حماتي. لا اريد انا المجنون. لك تغفرتي هالضحكه خيرات الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فوتوا 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 يا ابني فوتوا. تعالوا الجنبي يا بي. انا جبت شغيله على البايكه من هدول اللي بيعجبوا خاطرك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا بي. سلمان. نعم عمي. امان تتجاوب؟ حطه بعيوني عمي. ابني قوم على اوضتك نام منشان تروح على شغلك بكي. نعم. الله يرضى عليك يا عمي. الله يرضى عليك. قومي. الله يرضى عليك. عمي. فريان توضيتي؟ متوضية أنا ابن عمي. طيب حطي غطا الصلاة على راسك وجيبي المصحف. شو بدي احلف ابن عمي؟ بدك تحلفي يا فريال انك تكوني امينه على هذا البيت وما تخلي لا اسمه ولا مكانته تنهز. بدك تحلفي انك تكوني امينه على نعمه وبهيمه وقاعون وسلمى. وبدك تحلفي كمان انك تكوني امينه على كل قرش بهذا البيت. وصيتي كتبتها وحطيتها بالسلم وحطيت معها كل شيء بملكه. فشو قلتي يا فريان؟ هذا عمره الطويل ابن عمي، والله رح يوقف قلبي. ليش هيك عم تحكي؟ لا بقى تحكي هيك. هذا حق يا فريان. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم.
زافر تعوقت على الصلاة تقبرني، ما بدك تصلي؟ ابن عمي، ابن عمي أبو زافر، أبو زافر، أبو زافر. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله يرحمه هالابو زافر، حاول يصلح اغلاطه قبل ما يموت بكم يوم. يا حرام، هاي حال الدنيا لك سبحان، هاي حال الدنيا. الله يرحمه ويرحمنا ويسامحه ويسامحنا. ابو عصام اشتقت له كثير لما اعتز، بدي اشوفه. وكلي الله لك سبحانه، وكلي الله، وكلي الله عشان أقدر نشوفه. والله ما أقدر، والله ما عم يروح من بالي لا ليل ولا نهار، نطف قلبي عليه. وكلي الله نشوف شو الله بيخلي معنا بهاليومين. بكي يا رب، قولي يا رب يا رب. ليكي بنتي، هي تركناه حصة منيحة وهو لا حس ولا خبر منه. ابن عمي انت لازم تشوف أبوه تحكي معه، ولا قلك خليني انا بالاول احكي مع عصام. هلا شو الفرق ان كان عصام ولا عصام؟ بتفرق كثير ابن عمي، لمن انا بحكي مع امه الام بتداري على ابنها وما راح تحكي لابوه، بعدين بلكي بيزوق على دمه وبيسجل حصه لفايزه، واذا ما زاق على دمه بتعمل له فضيحه طويله عريضه بالحاره حتى يعرف ان الله حق. خالتي ما بدنا نعمل مشاكل وعي. انت لا تتدخلي بالقصه، هلا الموضوع صار عند ابوكي، ولا كنت من الأساس اكسري على أنفك بصلة ولا تجي تحكي لأبوكي. شو هيكسري على أنفك بصلة؟ إذا ما حكيت لأبوها لي مين بدها تحكي؟ بنتي ما بتقرشي يا بنوب، الله يرضى عليك وفاء، وكل شي بيصير معك يا بي بتحكي لي إياه. المهم لا حكيت شي أنت الحق معك فيه، بس أنا قصة معتزة ما خليتني أسكت. الكل مشلوش فيها لك أبي، خلينا نستنى الوقت المناسب لبين ما تنحل امور ساعه بنحكي اللي بدنا اياه. كلي بنتي كلي، الله يرضى عليكي كلي. مدي ايدك. حاضر. داخ يا جمعيات معك وشان مرخص النظام. الله يجزيكم الخير، كانه اليوم بيني وبينك ما في اكثر من الجمعيات الغيريه وكلياتها. عليكم يا رجال. عليكم السلام، كلهم جماعه نصب واحتيال باسم الله وباسم الدين. سيدي لا هدول بشكلهم ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شرف عمي، هاي الاغراض نقيت لك اياهم. ايه ايه عمي، هات هات الاغراض تبع العريس اللي وصلنا عليهم. يا بي تبعي اخذ يا ربي عينك. لا لا قول لي وصلنا عليهم. خير الله يجعله خير. خير ان شاء الله. خير خير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. سيد شوكت شرف تفضل معنا. لو ابدا شرف يتفضل معكم اخي. شوفي انت خليك بحالك ولا تدخل. سيد شوكت كلمتين وتغطاهم، شرف معنا يعني شرف معنا. حفظتها حفظتها. يلا جاي. خير الله ما اجعله خير. الله يعيننا على ما بلانا. الله يخلصنا. ان شاء الله يكون الشباب ما ضايقوك. لا ما ضايقوني منهم، نوم ما شاء الله عندهم ادب واحترام غير شكل. نحن ما اتفقنا انه ما بتتواصل مع احزاب سياسيه؟ انت شو قصدك؟
عم تتواصل. ما استفدنا منك شيء. خزنتنا. ايوه. سيدي عم اتواصل عم اتواصل مثل بدك عم اتواصل. شوف انا هذا اسلوب الهدوء والدم البارد ما بيمشي معي. هاي مشكلتك عمي. بدك عم اتواصل عم اتواصل، ما بدك عم اتواصل ما عم اتواصل. وبعدين وينك من الاخير؟ كل القصة مالي قبض انا. بدي اياك توقع تعهد انه ما عم تتواصل مع حدا من هي الاحزاب. سجان الا انت تعهد ولا ببصم ولا بمضي ولا شيء. كأنك ما سألتني عن ابنك معتز هاي المرة. خلص تحيي معه لسه. أنا بعرف قدرك وقيمتك عند الناس. وعرضي القديم لساته ماشي. وهلا رح أعرض عليك عرض جديد. بدي إياك تفكر فيه كتير منيح. أنا رح أخليك تقفل ملف التحقيق تبع ابنك بإيدك. شو رأيك؟ بس لو ابنك يعطينا التمثال. يا نشأة خير إن شاء الله. دبارك عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير إن شاء الله ابن عمي. شايفتك مو على بعضها. لا لا ما في شيء. كراسي يا مجاني شوي. سلامة راسك، ريتو الوجع إلي ولا إلك. سوي لي شي فنجان قهوة الله يرضى عليكي. على راسي تقبرني. لا عمو. أنت بالي عالمية. ويلي بده يتحدى، هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار وبالحق يصون حدها.